قتال او التسبح الغاثة كثير، هنا معناتها كثرة الاستغفار وكثرة الدعاء اللي هي تقوم فيه لتجاوز مشاكلها او الظروف اللي هي فيها. المرآة ترى نفسها، فهي تقولها في القبر لما انت تدعي ربنا وتعمل الخير عشان ربنا يطلعك من مشكلة او مقلب او وضع صعب، لا تنتظر الإجابة فورا. انت اعمل اللي عليك، ادعي ربنا، اعملي خير، استغفري، صلي رحم، ولكن لا تربطي هذا بهذا. في ناس يا مصعب يا اخوي شو يسوي؟ اول ما يقول يا رب مليون درهم يروح طالع من الباب وصلت المية. طبعا ربنا ممكن يجيب لي اياها، بس الطريقه يا اخي انت دعيت ربنا لا تستعجل الاجابه. في ناس اذا ما اجت الاجابه بدري بيقول لك اه ربنا ما بيحبني، ربنا غضبان علي. لا يا اختي الكريمه، ربنا يحبك ان شاء الله وراضي عنك، ولكن لا تربط الدعاء والعمل بالاجابه، انتظر الاجابه تاتي في الوقت اللي ربنا سبحانه وتعالى يريده.